يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل صيغة للاستغفار؟ استغفر الله، استغفر الله، سيد الاستغفار كما جاء في الصحيح: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. نعم.